الله والصلاة والسلام على رسول الله. 27/11، المحاضرة رقم 16. اليوم حنتكلم عن بعض النصائح في والتبس بشكل عام على البولي بشكل عام، ما يختص في كيفية الحصول على بولي صح. احنا بتتذكروا حكينا عن التيربو سموث وعلاقة التيربو سموث مع الكوادز، هاي نقطة كثير مهمة، يعني أوضحها بشكل أوسع. ال دبليو، لو رسمنا آرك، وهذا الآرك أخذناه من هون لحد هون مثلا، وعطينا إيديت شيفت اف طبعا عشان يروح شيفت جي، عشان يروح الباوند المزعج. هختار مثلا مودفاير اسمه إيديت اس بي لاين، إيديت حاب أعدل عليه، إيديت اس بي لاين، وأعطيه من الإيديت اس بي لاين أوبشن اسمه من جيومتري السماكة، عشان أعمل له سماكة مختلفة اللي هي أوت لاين، اسمها أوت لاين. فبختار الليفل تبع الاس بي لاين الأحمر، واختار اوتلاين، وهي الاوتلاين تمام. هذا اوبشن، وعندي اوبشن ثاني. الاوبشن الثاني انه بدون اديت اس بي لاين. اللي عندي هون القطعه اعطيتها اكسترود اكس اي اكس تي ار، واعطيتها شيء بسيط بهالشكل، وهي القطعه اعطيتها رندر ايبل، رندر ايبل، واعطيتها انها تكون راديال، وتقريبا نفس، حاول انه اجيبها نفس المساحه اللي جنبها بالضبط. الان شو الاختلاف اللي بين هذول الاثنين؟ ترى الاختلاف كثير كبير، اذا قدرتوا تفهموه حتسقطوه على التيربو سموث ونظام الاورجانيك اف 4. الان بس اغير الوانهم عشان ما يكون اصفر مزعج، عشان تتوضح بالنسبه لكم اكثر. الان القطعتين، لاحظوا القطعه هاي كيف راكب السيجمنتس عندنا، يعني كل فيس عندنا في المنطقه يعتبر ايش؟ يعتبر كواد، أربعة سيجمنتس، يعني أربع أضلع حول، وهذا إشي ضروري جدا يكون موجود معنا. لما أعطيت إكسترود القطعة اللي هون، لاحظوا ما أعطى أتنشن للموضوع هذا، اهتم في إنه السيجمنتس تكون أراوند ذا آرك، والمنطقة اللي هون ما له علاقة فيها. طيب الآن عشان يكون شغلي صح، لازم دائما وأبدا يتبع هذا النظام. طبعا أنا حاصل على قطعة زي هيك، فكيف احولها؟ حنتعلم على شيء جديد اليوم اسمه تيرن تو بولي، تي حرف التي، تيرن تو بولي. تيرن تو بولي انه هالقطعه هاي اللي مش منتظمه اعمليها منتظمه، فبعطيه تيرن تو بولي، ما تغير شيء. لازم اعطيه كيب بوليجونز، حافظ لي على المربعات الفيسز، بس الكبسه الاولى ولا قيمه بهمني. الكبسه الاولى الان حصلت على نفس الشيب، وهي النقطة لازم نعطيها كثير اهتمام، لأنه أي قطعة، يعني شوف بدون هذا الأوبشن، أعطيته تيربو سموث، عشان أعطي نعومة وانسيابية، طلع راح الشكل كله خرب. التيربو سموث له شرط إنه يكون كل فيس أربعة، ثلاث ماشي الحال يعني، بس أربعة، خمسة لا. لكن بس ما يكون بدون فيسز، هاي كلها بدون فيسز، فهاي لو بدي أعد الفيسز اللي عليها بيطلع لي 1 2 3 4 5، يعني تقريبا 15 30 فيس، 30 إج، يعني الشكل مش أربعة إجز، 30 إج، فما ما بمش الحال. مع تيرن تو بولي، شوف التيربو سموث شو أحلاه. طيب ليش طلع عندي هيك؟ لأنه المسافة، هاي الزاوية، المسافة من الميد بوينت للميد بوينت كثير كبيرة، فأعطاني هذا الانبعاج. طب بدي أحافظ عليه، بعطيه إديت بولي، واحدة جديدة هاي، واختار إكس أس دبليو سويفت لوب، كليك واحدة هون. الآن حفظت على الزاوية اللي جهة، طب الجهة الثانية حفظت عليها، ممتاز. طب من الجهة اللي هون كمان حافظ عليها، ممتاز. من الجهة اللي هون حافظ عليها، بس كبسات بسيطة جدا 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 من الأسفل، بدي كمان واحدة. شوف كيف الآن صار كل زاوية 3 سيجمنت. فهاي الزاوية اللي هون نعطي بس اتنشن عليها أكثر عشان تكون أمور واضحة. الزاوية اللي هون، هاي اللي لونها أصفر شايفينها، علاقتها مع هاي وعلاقتها مع هاي، بس ما لهاش علاقة بشيء ثاني. الزاوية اللي هون هاي علاقتها مع السيجمنتس هاد والسيجمنتس هاد، الزاوية اللي هون علاقتها مع السيجمنتس هاد والسيجمنتس هاد، بهالطريقة. فعملت ثلاثة في الزاوية هاي، ثلاثة في الزاوية اللي هون، ثلاثة في الزاوية اللي هون. بهذا الأساس أنا بحفظ القطعة من الانبعاج. نروح على التيربوس ونشوف، طلعوا ما أجملها. أول ما كانت هيك، فإذا أعطيت أتنشن لموضوع السيجمنتس بعدهم يقارنوا عن بعض تكون أمور سهلة. هاي القطعة بالموديلينج بالرندرينج، الزاوية هاي القوية الحادة جدا،
عن تصميم أي قطعة فيرنتشر حتى أو حتى معماري ترى مزعجة ومش حقيقية، ما بتعطي واقعية. هاي بتعطي واقعية أكثر، هاي تعطي واقعية. دائما الزوايا بالواقع ما في زوايا حادة كأنها ليزر مخصوصة. فبعد بعد وقرب السيجمنتس من الفور من الزوايا هو اللي بيعطيني انزعاج، بيعطيني حدير الزاوية. طيب أنا اكتشفت إنه الخط هذا بعيد، بدي أرفعها، أكيد أجيب واحدة ثانية؟ لا، بعطي دبل كليك على الإج، دبل كليك هون، خليهم كلهم على الدائر كاملين، برفعه من الأعلى. رفع من الأعلى هون سهل كثير، هروح على الرفع وأرفعه بهالطريقة، خربتهم. طب هاي دبل كليك عليها، كيف الآن بدي أحركها بهالاتجاه؟ خربت الدنيا. اتذكروا إنه أخذنا أوبشن له علاقة بالكونسترينت، الإجبار. كيف يعني؟ إني أنا بجبر الخط الأحمر ما يطلع عن الخط الأبيض، يظل ماشي معه. فوين كونسترينت؟ من الجيومتري. فالآن بدنا نسقط اللي تعلمناه على الواقع بالجهة العملية. فالإيدي الجيومتري فيها أول أوبشن اسمه دكتور، بس أسف على المقاطعة، بس الآن convert to poly، حولته لبولي، تحولته لبولي. لما أختار نقطة زي هاي، واحدة اثنتين ثلاث أربعة، هذا اسمه pattern selection. إذا النقطة مش واضحة أروح على customize preferences وأروح على viewports واللي هي show vertices as dots، يعني تكون حجمها أكبر شوي، سبعة مؤقتا بس عشان يكون أوضح بالنسبة لكم. أنا اخترت سبعة، أنا اخترت خمسة، وبدي أفهم البرنامج أنا بدي خمسات على طول، يعني بدي زيكزاك سيستم، واحد واحد لا، واحد واحد لا. فهذا هو الارتيفيشال انتليجنس في الماكس. إذا ما عرفنا مشكلة، لازم نعرف عشان يستغلنا. بالنهاية بدي أمسك القطعة هاي واختار هاي واختار هاي وانا كابس كنترول، عادي، الامور سهله بس باخذ وقت. الان بامكاني استخدم ادوات مساعده. من ادوات المساعده في الماكس اللي هي تشيكر اللي هي زي شطرنج، رايت كليك واكبس على تشيكر. شو اللي عمله؟ حافظ على نفس الباترن اللي انا بدي اياه. رايت كليك تشيكر كمان مره، رايت كليك تشيكر كمان مره، رايت كليك تشيكر، رايت كليك تشيكر، رايت كليك تشيكر. هيك أخذ لي كل القطعة واحدة واحدة لا، اسمه تشيكر سيستم. هاي النقطة الأولى لازم تعرفوها. طب تشيكر هاي وين موجودة؟ أنتوا عندكم ما في موجودة عندكم من رايت كليك تشيكر، بس لأني أنا بستخدمها كثير حطيتها هون. طب من وين نجيها ونحطها هون؟ هاي القطعة اللي هي من رايت كليك هاي اسمها كواد منيو، كواد، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، اسمها كواد، بقدر أتحكم فيها طبعاً. هروح على كاستومايز واروح على كاستومايز يوزر انترفيس. تتذكروا كنا نحط سكريبت بسويب والفلور، خدناهم من هون، رحنا على التول بار عشان نسحبهم على التول بار. جنب التول بار فيه كواد، كواد اللي هي الاربع مربعات اللي شايفينهم. فبحكي لك يعني كل مربع فيهم له قائمه، يعني هذا اللي اصفر على اليمين، هذا اللي هو اسمه ترانسفورم، اللي ضاوي اصفر هذا اللي هو الربع على اليمين تحت، وهي الربع على اليمين تحت. بقول لي هاي الاوبشنز اللي هون، هاي الاوبشنز اللي عندي هون. طب القطعه اللي هون في لها اوبشنز هاي هون، القطعه اللي هون في لها اوبشنز، والقطعه اللي هون في لها اوبشنز. طيب الان بقدر احط شيء جديد هون؟ طبعا هو اصلا ليش معمول؟ عشان تحط على كيفك. فمرات انا بستخدم شيء كثير كثير سريع، يعني كثير ما بدي اروح ادور على فايل، بدي اسيب الفايل من هون. ممكن اروح على سيف واسيب الفايل من هون، بختارها بس من هون وادور على سيف واسيب الفايل من هون. فالامور كثير سهل، كثير سهل. طيب أنا شو بدي الآن من القطعة هاي؟ بدي أستخدم بولي، بدي أستخدم البولي. أروح على إشي اسمه بولي تولز، بولي تولز بالضبط، حرف البي، بي أنا في البي الآن، ويرز بولي تولز، أنا جيت بالمين، أروح على بولي تولز. هاي لفوق شوي موجودة، بولي تولز مريت عنها أنه يا دكتور بولي تولز. الان بولي تولز بتحتوي على مئات الاشياء، مئات. شو بدك في البولي تولز موجود عندي هون؟ والله انا بدي تشيكر في حرف السي، وارز تشيكر دكتور، اول وحده هي بمسكها دراج وبحطها هون، بعطيني خط ازرق انه هي عندك تشيكر. تشيكر بتهمني كثير. ممكن تكون عندك اوبشن ثاني بدك اياه، بدك مثلا دوتس، دوت رينك، هاي دوت رينك،
بدي اياها مثلا، بدي دوت لوب بتفيدني هاي كمان. في عندي كمان اود، حرف الاو مش عارف اللي حاطينها هون ولا لا. الاود، الاود بنستخدمها كثير، اود بنستخدمها كثير، اود حطها هون. طب هاي يعني تشيكر ودوت رينج، اود دوت لوب وتشيكر، هذول ما كانوا موجودين، حطيتهم انا جديد الان. نوع ما بدي اسوي شيء الان، بقدر اعمل رايت كليك واختار تشيكر، هي ظهرها موجوده على طول. فهذا إشي يعني كثير مهم انك تعرف كيف تستخدمه. الله يحط منك ان شاء الله وتجيب الجهاز احسن انت والسامعين جميعا. طبعا عشان ما نشت شوف عن موضوعنا، عندي الان قطعه بوكس وبدي احولها لكنب، يعني ممكن تكون يعني زوجيه الكنب، لان طولها 120 140 بعرض 80 طبعا الاثنين حيروحوا 20 سنتي، حيروحوا الظهر، فحيصفي لي 60 سنتي عمق ممتاز، ارتفاع 30 سنتي، ممكن نعمل تحتها فريم شيء معين. الموضوع بصراحه مش كنب بالنسبه لي، ولا اني اطلعها بالنتيجه النهائيه، بس بهمني التكنيك اللي انتم حتستخدموه من خلال هذا المثال، يعني كيف ممكن استغل هذا التكنيك عشان يخدمني في عمل هذا المثال. طيب بدايه اعطي ايديت بولي، ايديت بولي لانه البوكس بضل عندي، وخايف برضه جاوب سؤال محمود، وخايف انه يعمل لي مشاكل. اتاكد من الاوتو باك كاستمايز، من كاستمايز بالفرنسيز، نروح على فايلز وتاكد انه اوتو باك مفعل. اوكي بدي احط كلمه صوفا عشان اضل متذكرها، صوفا اي صوفا، وما بدي ثلاث نسخ، بدي 10 نسخ، بين كل نسخه ونسخه 5 دقائق، يعني كل 5 دقائق حاعمل النسخه، كل 5 دقائق حاعمل النسخه. انا الان متاكد، اموري مطمن، ما عندي خوف، لكن في حال اذا خرب مع الشغل شو اعمل؟ حاب اني اعمل كمان احتياط اخر، بروح على ايديت واعطيه هولد. هولد شو بعمل؟ باخذ نسخه من شغلي وبحفظ لي اياها، نعمل هولد، واي وقت بدي ارجع الهولد بروح على فيتش برجع الهولد. عملت هولد، احتمال اغلط. من ايديت بولي اخذت رقم 4 البوليجونز وبلش امشي هون، ناخذ سيلكشن بدل موف احسن، وامشي. شوف كيف انا ضغطت على الاولى، بعدها شفت وضغطت على الثانيه، الان امشي، كليك هون، امشي هون، كليك هون، وهون كليك. هذا الحكي ب 22 21 مش موجود في الحكي هذا، عشان هيك بتمنى من طلاب اللي عندهم 22 اللي ما عنده 22 ينزل 22. تقريبا عملت هذا الشكل، يعني عباره عن صفين، حاملهم اكسترود، رايت كليك اكسترود 10 سنتي عشان احافظ على البروبوشن، واحد كمان 10 وكمان 10، يعني ماشي حال. الان عجبني الموضوع وما عندي اخطاء، ما عندي اخطاء. اوكي حاب اني اروح اعمل ايديت هولد، لما اعمل كمان مره ايديت هولد راح الهولد الاولاني، خلص غطاء راح التغى، الان اخر هولد هو اللي بيشتغل، فعملت هولد الان. طب ليش عملت هولد؟ عشان باي وقت ارجع بلش من النقطه هاي بالضبط، فهي نقطه مرجعيه زي ريستور بوينت بنسميها. تمام، المنطقه اللي بالاسفل ما بدي اياها، فبختار بوليجونز. لما اختار حبه واختار اللي جنبها كنترول، ترى مزعج الوضع، في عندنا اوبشن هون كثير مهم اللي هو سيلكشن، بالسيلكشن العلاقه بالانجل، يعني اي سيرفيس جنبه سيرفيس اذا كانوا مستويين مع بعض باخذهم كلهم. متى ما باخذهم؟ لما يكون عندنا الدرجه اللي بينهم، الزاويه اللي بينهم اكثر من 45 درجه، هذول كلهم ستريت، وهي 90 درجه الفرق بين هاي وهاي 90 درجه، فلو عملت كليك واحد اخذهم كلهم، ديبيت ما بدي اياهم، الارضيه ما بدي، لان اصلا ما بتبين ومخفيه. مش معقول بالخياط لما تدفع كنبايه عندكم في البيت تطلع ولا في كابتونه تحت، مش منطق، فبدي اعمل كابتونه للكل. الان حختار نقاط، ومحتاج اني اختار واحده والثانيه لا، اختار واحده والثانيه لا، فنظام تشيكر رايت كليك واختار تشيكر رايت كليك تشيكر. ما في عندنا امر يعني بعطيني اياهم كلهم مع بعض بصراحة، يعني أمر التشيكر حكبس عليه تقريبا 20 مرة 15-20 مرة حسب عدد النقاط اللي عندك ليغطي لي كل القطع كاملة. وصل لهون؟ لا لسه مش واصل المنطقة لهون. دكتور لو عملنا سيلكت أول، سيلكت أول ليش؟ مش تكتاخد كل النقاط؟ أنا ما بدي كل النقاط، بدي واحدة واحدة لا. أوكي تمام الله يسامحك، يعني هاي تحكي لي إياها
select all. هاي checker checker. أنا بدي checker ما بدي نقطة آه نقطة لا. مين اللي حكى؟ مين اللي سأل؟ محمود. محمود أنت اللي اشتغلت الصوفة اللي قبل بعتنا ياها الكابتونية. اللونها أصفر اللي بعتها أنا. لا اللي لونها لونها بني. لا لا مش أنا. توقعش حب اسمه أمين أو زي. أمين معنا. إذا أمين معنا راح يستفيد كثير اليوم لأنه عنده خبرة كويسة. ولا يهمك دكتور أنا بحكي له بس أمين مش موجود. مش مشكلة إن شاء الله الموضوع طول. الآن صار عندي واحدة آه واحدة لا واحدة آه واحدة لا وهذا السليكشن ما بدي أخسر ما بدي أخسر ممكن أرجع له بعدين. فبروح على السليكشن وأعطي رقم واحد إنتر. لو اخترت هذول بالغلط راح السليكشن تبعي ما في مشكلة روح على السليكشن ورجع واحد برجع لك 100%. فأنا بحفظ السليكشن عن طريق سيف سليكشن هون. تمام الآن بدي أوصل بين بين النقاط هاي رات كليك وأعطي الأمر كونكت وصل لي بينهم كلهم وصل لي بينهم كاملين كبسة واحدة ممتاز. الآن بدي أعمل القطعة هاي إكسترود إكسترود نعطيها بس الصوفة لون المفروض أنها تكون صوفة هذا اللون يمكن أوضح وأعطيها إكسترود إكسترود هيكون 0.02 2 سنتي وهون ناقص ناقص 0.02 قلت اوكي انا لا كمان اندو 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 ما راح الشغل برجع على السيلكشن انا حافظه هون تك رجعته شوف كيف بهمني اني احفظ السيلكشن وهمني اني اعمل هولد رحت كليك وعملت اكسترود مره ثانيه احكي المسافه ناقص 0.2 انتر ما عملتش كونكت بيناتهم ولا لا؟ ها؟ ما عملت كونكت بيناتهم العادي؟ لا لا لازم اعمل كونكت، ما عملت كونكت انا اسف، رات كليك كونكت. اشكرك. ضروري الكونكت، رات كليك واعطي اكسترود الان. بطل كرتوني اذا ما اعطيت كونكت. هاي المسافة، نطلع على الحجم، انا المشكلة لما ازوم بختلف القيمة. حتكون تقريبا 2 سنتي. في عندي مشكلة بالسبلكشن. 0.02 ممتاز وناقص هيكون 0.02 تمام الآن أعطيت هذا التحجيم لا بدي أكبره أكثر 0.05 كبير شوي 0.04 طبعا ممكن تغير زي ما بدكم أنا هيك بجرب أوكي نعطي أوكي الآن لاحظوا إنه أخذ آخر نقطة أعطي رات كليك وأعطي كمان مرة إكسترود حتكون مرة هاي المسافة أقل بهالشكل يعني 0.015 يعني سنتي ونص ونازل للأسفل بهالشكل تمام نعطي أوكي الآن القطعة الأخيرة هاي شايفينها هاي القطعة بدي أحاول أعمل منها شو اسمه الزر فبعطيها اكسترود كمان مرة بس هالمرة حتطلع لفوق وحيكون زيرو المسافة يعني ما في فرق تقريبا هون بهالشكل هيك حتطلع أخفف الارتفاع تبعها شوي يعني بدل ما هي 3 سنتي و8 أعطيها 3 بس ممتاز هاي منطقة الزر عندي تمام الآن منطقة الزر بدي ألغيها مؤقتا فبكبس على كنترول وبكبس على الفيس أخذيها كلها أروح على جرو واحدة كمان مرة واحدة لا بدي شرينك هاي القطعة مش لحالها كلهم أخذهم مع بعض وهذا التكنيك في الموضوع أنهم كلهم مع بعض كبسة واحدة كنترول ال دي ديتاتش ما بديها الآن هاي خليها لبعدين هروح على القطعة هاي أخذها على تكيو تمام الآن المطلوب إني أوصل السيجمنتس هاي أوصل بين هاي القطعة وهاي 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 طيب بدي أختار كمان هاي وأختار هاي وأختار هاي وأختار اللي هون واللي ورا يعني قصة إكس فروم كيبورد أس سيميلر سيميلر معناها متشابهين كليك أخذ كل السيجمنتس والله بستغرب
بكل أمانة إنه في موديلينج على اليوتيوب وبنسيك لك القطعة وكبس كنترول القطعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، مضيعة وقت إله مع احترامي إله مما يكون، وللطلاب يعني بتعلم عشرة غلط يعني، أو تعلم عشرة بصراحة يعني مبتورة أو ناقصة نوعا ما، بإمكان أعمل سيلكتيف كبسة واحدة. هذا هو الذكاء الاصطناعي في البرنامج. طب هي مش واصل للآخر هون، عندي أمر اللوب بكمل يا تك وصل لي هون، فوصل لي بين كل قطعة وقطعة أفضل لوب بكل بساطة. طيب الآن المطلوب شو رأيكم نأخذ استراحة، في ناس عندي على الباب، نأخذ استراحة وارجع لكم بعدين. تمام.